شيفر سانتي. في شيفر سانتي قدموا لكم أهم الأرقام الرسمية التونسية. حاولت الطريق هذه دعوتنا لكم أنتم ومش يكون حديثنا الأسبوع هذه، خاصة أنه ما احتفالات آخر السنة يكون فما برشا لديبلازمو واستعمال الكبير للطرقات. هذيك علاش دعوتنا لكم أنتم بالحذر وحماية أنفسكم. نعود نذكركم أنه الأرقام اللي باش نقدموها لكم هو اللي سجلها المرصد الوطني للسلامة المرورية بوزارة الداخلية من جان في 2021 حتى 24 ديسمبر 2021، وين يأكد أنه أبرز المتسبب الأول في الحوادث المسجلة منذ بداية السنة هو السهو وعدم الانتباه ب 1778 حادث و 244 قتيل و 2014 جريح، في حين أنه احتلت مخالفة الإفراط في السرعة المرتبة الأولى من حيث عدد القتلى بتسجيل 290 قتيل و 1221 جريح و 760 حادث، تليها مخالفة شق الطريق ب 495 حادث 75 قتيل و 444 جريح. واحتل شهر مارس المنقضي المرتبة الأولى في عدد الحوادث ب 512 حادث أودي بحياة 71 شخص و 735 جريح، في حين احتل شهر أوت الماضي المرتبة الأولى في عدد القتلى وذلك بالتسجيل 109 قتيل و 500 جريح و 346 حادث، يلي شهر جويليا ب 589 جريح جراء الحوادث في 419 حادث مروري، هذا حسب المرصد الوطني للسلامة المروري. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لي. Chiffre santé.